عاملين ايه؟ ويلكم باك تو ماي شانل. انا متحمسه جدا للفيديو بتاع النهارده، عشان الفيديو بتاع النهارده هوريكم الحاجات اللي جبتها من موتيف من البلاك فرايداي او تخفيضات البلاك فرايداي. البلاك فرايداي بالنسبه لي هو اهم فتره في الشوبينج، لان كل حاجه بيبقى نازل عليها اوفرز عاليه جدا. كل البراندات، كل الويب سايتس بتبقى عامله اوفرز عاليه جدا عندها، فتقدروا تجيبوا الحاجات اللي انتم محتاجينها والحاجات اللي انتم حابينها وباسعار حلوه قوي. والناس اللي متابعيني عارفه قد ايه ان انا بحب موتيف، لان موتيف حاجته الكواليتي بتاعتها حلوه، التصاميم بتاعته بتبقى فخمه قوي، الايتيمز لما بتبقوا لابسينها كده بتحسوا ان انتم قمه الاناقه. فالنهارده هوريكم الحاجات اللي انا جبتها من هناك، او لو عايزين تشوفوا حاجات تانية ممكن ان انتوا تدخلوا على شيئين وتشوفوا الحاجات اللي موجودة، بتلاقوها سهلة جدا. لو انتوا عملتوا في السيرش كتبتوا كلمة موتيف بيطلع لكم كل الحاجات اللي موتيف بيعملها. وكمان انا عندي ديسكاونت كود تقدروا ان انتوا تستخدموه كمان فوق الديسكاونتس الموجودة اوريدي بسبب البلاك فرايداي، فهتاخدوا تخفيض اكتر على الاوردرات بتاعتكم. anyway خلينا ان احنا نبتدي مع بعض. اول قطعة هي البلوزة دي، خليني ان انا البسها ونشوفها مع بعض. بصوا هي دي البلوزة، بجد لونها عجبني جدا، الموديل بتاعها عجبني قوي. دي كمان من الحاجات اللي بتداري تفاصيل الجسم، فلو انت عندك منطقة البطن كبيرة شوية طولها برضو طويل فتقدروا ان انتوا تسيبوها من بره، او لو انتوا حابين تقدروا ان انتوا تدخلوها وهيبقى الشكل بتاعها حلو جدا. يعني it's one of my favorite، عجبني جدا اللوك بتاعها قوي. عايزة اقول لكم كمان ان دي كده من غير ستايلينج، لو انت عايزين تشوفوا الستايلينج دايما تابعوني في الانستجرام @اسرابسيوني، هتلاقوا هناك كل الستايلات بتاعت الحاجات اللي انا بوريها لكم هنا معمولة وستايلينج تيبس، فتقدروا ان انتوا تستفادوا اكتر من انستجرام. قلتلكوا موتيف بيعمل جزم، فمن ضمن الحاجات اللي لقيتها عنده هي البوت البرجندي دي، والبرجندي من اكتر الحاجات اللي طالعة موضة ومن اكتر الالوان اللي طالعة موضة، وبيبقى لون حلو لو انتوا مش عايزين تلبسوا احمر، لان الاحمر لون موضة قوي، فتقدروا ان انتوا تلبسوا برجندي. برضو البوت موديلات كلاسيك، بصوا موديلات كلاسيك بتاعت البوت اللي هي بتبقى فيها بوز و الهيلز بتاعتها بتبقى رفيعة، دي ما بتبطلش مهما عدت عليها السنين، الطول بتاعها حلو قوي. انا شارية منها مقاس 37، عادة من موتيف بلبس 37، بس خلينا نحنا نجرب مع بعض البوت ونشوف شكلها عامل ازاي. بصوا البوت حلوة قوي، موديلها حلو جدا والمقاس كمان مظبوط. يعني عادة في الحاجات اللي هي البوينت دي اقول لكم كبروا مقاس، لا كان دي لا مقاسها مظبوط، وهي شكلها حلو جدا، وزي ما قلت اللون بتاعها تريندي جدا. دي I can't wait ان انا اوريكم هنعمل لها ستايلينج ازاي مع بعض. طبعا الحاجات دي كلها موجودة عندي في كلوزت اسرابسيوني، كلوزت موجودة عندي كلها في الانستجرام معروضة للبيع، بيكون بنفس سعر الموقع او ساعات كمان بيكون في ديسكاونت عندي في الستور، فتقدروا ان انتوا تاخدوا الحاجات دي بأرخص من سعر الموقع. لو حد عايز يشتري اي حاجة هتلاقوا اللينك في صندوق الوصف بتاعها. بعد كده اشتريت السواتر الخفيف ده يعني هو صوف، بس هو نايمين خفيف، امين ان هو رفيع، it's very fitted، مش حاجة bulky، ولونه اسود. عجبني كمان النكلاين بتاعه، مش عارفة هتشوفوها ولا لا، بس بصوا هي عاملة كده، الستايل ده عجبني جدا. ودي يعني حاجة سودا fitted، عشان معظم الحاجات اللي عندي السودا الفتد بترتل ناك، وانا ساعات ببقى محتاجة حاجة open شوية مش بترتل ناك على certain outfits، ف this would look amazing. دي شارياها مقاس medium، فتعالوا نشوفها موديلها مع بعض. الطوب لوحده يبقى حلو جدا لو احنا عايزين نلبسه، وكمان عشان رفيع يبقى حلو جدا تحت اي كوت عندنا في الشتاء، لو لبسناه مش هيضايقنا من عندكم، بس هو on its own شكله حلو جدا. اصلا الحركة اللي من عند النيك لاين بتاعته مدياله لمسة شياكة واناقة كده، وهو لما يتلبس على بنطلون جينز او لما يتلبس على سكيرت مثلا والبود يبقى شكله حلو قوي. I love it بجد. كمان الصوف بتاعه يا جماعة ناعم جدا، مش من الصوف اللي بيسبب اي نوع من انواع الحساسية، عشان في ناس بتبقى قشرتها حساسة مش بتستحمل الاصواف، ده ناعم جدا مش هيسبب لكم اي نوع من انواع الحساسية خالص. بعد كده قطعة من الحاجات الاساسية بالنسبة لي للشتاء، وهي السكارف. حبيت ان انا اجيب السكارف تبقى لون نيوترال من الالوان البيجات، لان دي من اكتر الحاجات اللي بتليق على اللبس. السكارف صوف تقيلة جدا يا جماعة، وبصوا هي كبيرة، تقدروا ان انتوا تستخدموها كشال، او ممكن ان انتوا تستخدموها كسكارف عادية،
وبصوا اللون البيج ده بيبقى حلو جدا على الاسود. حلو. بعدين عندنا البلوزه الجميله دي عجبني لونها جدا. وبعدين بصوا الشغل بتاع الامبرويدري بتاع الورد اللي بالاسود، بجد البلوزه دي حلوه جدا. ودي انا جايباها مقاس لارج عشان دي هتكون لاختي مش ليا، ف المقاس بتاعها اكبر فانا هقيسها لكم، هتلاقوها واسعه عليا. بس anyway يعني تخيلوها بس عليكم هتبقى عامله ازاي لو انتوا اشتريتوا مقاسكم. ايه الجمال والروعه دي بجد يا جماعه، هي حلوه جدا قماشتها ناعمه. انا بحب الحاجات السلك من عند موتيف دي، على فكره سلك مش ستان يعني حرير زي ما قلت. بصوا الامبرويدري، بلوزه في منتهى الرقه بجد، رقيقه قوي حلوه جدا ناعمه. دي تبقى كمان على سكيرت سودا، ممكن ان انتوا تحضروا بيها مناسبة في البيت كده، عارفين الخطوبات اللي بتبقى في البيت، قريت فاتحة اوتينج خطوبة، بعد الخطوبة لما تروحوا الاوتينج بتاع صاحبة الخطوبة وتبقى شكلها حلو جدا، تبقى انيقة كده على سكيرت سودا مثلا، سكيرت بليتد سودا جلد، تبقى شكلها جميل. يعني دي نقدر نفكر لها في اوتفيتس كتير، بس هي بجد ناعمة. ويعني I highly recommend ان هي تبقى عندكم في الدولاب، لان البلوزات دي بتدي لمسة أناقة كده وبتخليكي فامنن لو انتي عايزة ان انتي في يوم تبقي انثى كده وحاجة رقيقة. يعني لون السيزن هو اللون الأحمر ده، شفت الفستان ده عجبني الموديل بتاعه قوي، حسيته ان انا ممكن البسه في الخروج العادي، وممكن ان هو يتلبس في حاجات فورمال شوية، ان احنا نلبسه مثلا في كريسماس بارتي او نيو ييرز بارتي. شوفوا انتوا هتحضروا اي حاجة برضو خطوبة هتعمليها في البيت. يا جماعة بصوا الديتيل مش باينة من بعيد، فيا رب تبان قريب. بصوا الدرابي رسمينه على القلب، يعني ده قلب كده، هما حاطين درابي، فده يبقى كمان حلو جدا في الفالنتاينز لو انت عايزة ان انت تروحي رومانتك دينر في الفالنتاينز، يبقى شكله حلو. ده انا جايباه معايا سمول، فظيع حلو جدا. بصوا اولا لو انتوا عايزين ان انتوا تبينوا منطقة الوسط ارفع وتبينوا منطقة الارداف اكبر، لازم ان انتوا تجيبوا حاجة فيها درابيه من عند البطن، دي بتخلي ان منظر الوسط يبان ارفع، بتدي الالوجن ان الحتة دي عندكوا ارفع، فبتخلي الجسم شكله احلى. ثانيا عجبني جدا فكرة ان هو اسيمتريك كده نازل بورب، شكله حلو قوي. انا دلوقتي لابساه على هيلز، بس ده ممكن برضو يتلبس على بوت، يبقى شكله حلو على حسب انتوا عايزين تاخدوا الستايل لفين. زي ما قلت ده يبقى حلو جدا لو انتوا عندكم حفله للكريسماس، حفله للنيو ييرز، تبقى شكلها انيق كده، وكده كده عندكم في الدولاب يتلبس في اي وقت، بجد مخلي الجسم مظبوط جدا. القماشه بتاعته حلوه قوي برضو، ده برضو من الحاجات الكلاسيك اللي انتوا تلبسوها تخلوها عندكم في الدولاب اي وقت كده، عايزين تبانوا تظهروا في اي ايفنت في اي تجمع تقدروا ان انتوا تلبسوه هتظهروا ويبقى شكلكم حلو جدا عندكم ديت. عايزين تلبسوا حاجه برضو حلوه في الديت، ده يبقى بيرفكت في الديت. انا موت خلاص بقى الجو تو بليس عشان اطلب منه الدريسز بتاعت السهره، لقيت عنده الدريس ده عجبني اللون بتاعه قوي، والموديل كمان الموديل ده من الحاجات اللي طالعه ترندي قوي في موديلات الفساتين بتاعت السهره، وعجبني اللون جدا. ده مقاس سمول فان شاء الله يطلع مظبوط. عايزه اقول لكم حاجه، في موتيف بالذات حاولوا ان انتوا تستيب ثرو تو سايز بالظبط، لان حاجاتهم فعلا بتبقى المقاسات بتاعتها مظبوطه، مش كبيره مش صغيره، فحاولوا ان انتوا ولا تكبروا ولا تصغروا. يا جماعه لو طلعتوا بحاجه من الفيديو ده لازم تشتروها، لازم تشتروا الفستان ده. بس كده كويس، هي دي كانت الحاجات اللي انا جبتها النهارده من موتيف من عروض البلاك فرايداي. لو انتوا حابين تعملوا اي اوردر ما تنسوش ان انتوا تستعملوا الديسكاونت كود بتاعي، هتلاقوه في صندوق الوصف مع لينكات الحاجات دي برده. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم وامتعكم، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.